كان عندي كانسر في رجلي، جيت لابونا في الطاووس، بابا كان يعرفه وقابلني وصلالي. في الاول اول ما صلالي فبابا كان بيسأله اخد العلاج ولا لا، اللي هو الكيماوي، فراح قال له تاخد علشان ده علاج المرض يعني. وبعد كده روحنا، وساعتها انا كنت متضايقه جدا عشان هاخد الكيماوي. بس تاني يوم لما رحنا ما خدتهوش، رحنا المستشفى وفضلنا عايزين مستنيين الدكتور يدخلنا، مرضيش. وبعدها جينا تاني لابونا وقعد يصلي لي فترة، وكان بيديني زيت وكنت بدهن وخفيت. طيب مين اللي اكتشف المرض الاول؟ او كنت يعني اتكلمت ازاي في اول الموضوع؟ مين اللي اكتشف المرض؟ في اول الموضوع خالص ان كان عيد، كنا في العيد وكنت مصممه على شوز معينه، وبابا كان يقول لي لا، وكنت انا عناديه قوي ساعتها، فقلت له هي دي ومش هتراجع عنها. فلما جبتها كنت ساعتها بشرب بيبسي كتير، فكان عندي هشاشه عظام واحنا ما نعرفش، فالجزمه ضغطت على صباعي فعشان كده انكسر وبان المرض. ورحت كشفته؟ رحنا عملنا اشعه ورحنا للدكتور في مصر، وهو اللي قال لنا. قال لكم ايه بقى؟ هو انا بصراحه يعني ما سمعتش اللي هو قاله بالظبط، لان انا كنت بخرج بره، بس هم يعرفوا اكتر مني يعني. هو بالنسبه للمرض بتاع ميرنا كان اسمه ايوينج ساركوما، وكان هو اخطر انواع الكانسر، وكان دايما بيقول لك انه بيتمركز دايما في الرئتين. المرض ده اول ما عرفناه احنا طبعا ما كناش نعرف ان كان عندها كانسر ولا كان عندها، وكان كل مشكله عندها كان في ورم في رجلها. فروحنا للدكتور فقال ان احنا ممكن ناخد عينه، وبعد ما ناخد عينه نحللها. فخدنا فعلا عينه وديناها عند دكتور ايليا في رمسيس، في عمليه رمسيس، حللها، والتقرير اتاخر قوي، فقعدنا شاكين. الناس قالت ممكن يبقى حميد، ويعني المهم ظهر التحليل لما طلع ظهر فيه ان هو المرض اللي هو ايوينج ساركوما ده. المهم حاولنا نشوف العلاج يعني، فقالوا ان لازم تروح المستشفى اللي هو معهد الاورام، وفي معهد الاورام تقدر انك انت يعني تتعالج، يعني تشوف العلاج ايه. المهم دخلنا المعهد الاورام وابتدوا يعملوا لنا فحوصات كامله. واحنا في معهد، واحنا داخلين معهد الاورام، كنا جينا هنا لابونا في التوس وصلالها، وبعدين التحاليل كلها والاشعاعات كلها اللي احنا عملناها في معهد بعد صلاه لابونا في التوس ودهنها بالزيت ورشمها بالزيت، كل الاشعاعات والتحاليل اللي في جسمها كلها كانت كويسه، ما كانش فيها اي مشاكل خالص. كان كل المرض متركز بس في رجلها، في الجزئيه اللي هي بتاعه الجزء اللي هو بتاع الورم ده. فالمهم حللوا التحاليل تاني، وبعدين ظهر فعلا تاني في لما حللوا العينه تاني اللي هو خدوها من رجلها، ظهر فعلا ان في عندها ايوينج ساركوما. فالدكتور حدد لها ميعاد فعلا انها تاخد جلسه كيماوي. كان الكلام ده كان يوم حد، في اليوم الحد ده كان انا كان في ميعاد مع ابونا في الكوس هنا في الدير، كان يوم ثلاث. فقلت له معلش انا مش هقدر اعمل حاجه، يعني اقدر يعني اعمل تاخد الكيماوي النهارده الا لما اوديها لابونا في التوس يوم الثلاث. هو الدكتور ده كريستيان يعني مسيحي. فالمهم قال لي طيب ما مش مشكله، ده ابونا يعني ما بيعترضش. قلت له معلش ريحني يعني. فالمهم جيت لابونا فعلا هنا يوم الثلاث في الميعاد بتاعنا، وخد وقعدنا معاه وصلى ميرنا برضه دهنها بالزيت. وقلت له يا ابونا احنا المفروض ان هي ميرنا كان تاخد اول جلسه كيماوي يوم الحد اللي فات، فعموما نعمل ايه؟ قال لي تاخد. هو قال تاخد، وميرنا انهارت من العياط، عياطت جامد جدا. اول مره اشوف ابونا في التوس بالحنيه والمحبه بتاعته دي، يعني كان يعني مش عارف اشرح ازاي كان تعبيراته يعني. والبنت وهي كانت زعلانه وبتعيط يعني، لدرجه ان هو اول مره كان يقف ورانا ويوصلنا لغايه العربيه واحنا خارجين، واللي عند باب من بعد ما خرجنا من باب القلايه ويبص علينا. وميرنا كانت عماله تعيط خالص. المهم خرجنا من عنده وروحنا،
تاني يوم الصبح ودينا، كانت منيره معانا اختها، وديناها المدرسه ورحنا على المستشفى. رحنا على المستشفى الصبح، دخلنا المستشفى الدكتور قال ما ينفعش انكم تاخدوا كيماوي. طب ما ينفعش انتوا جيتوا ليه؟ ما ينفعش يا دكتور، انتوا جيتوا متاخرين. طب متاخرين ليه؟ ده دكتور الاستاذ بتاعك، وانا جايب له كان مديني كارت له، لان احنا روحنا من عند ابونا فلتوس على الاستاذ الدكتور اللي كان بيعالجها، وادانا كارت النايب بتاعه عشان تاني يوم نروح للمستشفى عشان تاخد اول جلسه كيماوي. فروحنا فعلا تاني يوم المستشفى الصبح واديته الكارت. الدكتور ده راسه الف سيف ان احنا اتاخرنا وما ينفعش ان احنا ناخد كيماوي النهارده. يا دكتور يهديك يرضيك، ما فيش فايده. قال لي طب عشان خاطر الدكتور عماد انا ممكن اديك يعني تاخد الورقه دي تعمل بيها تحليل بكره، عشان اول ما تعمل قبل ما تعمل التحليل يكون الدوسيه بتاعها جه تاخد جلسه الكيماوي على طول. قلت له خلاص مش مشكله زي بعض. فاخدت الورقه بتاع التحليل وقمت داخل، قلت اما ادخل على المعمل اعمل التحليل النهارده، بحيث ان الصبح يبقى البنت كانت بتخاف جدا من الحقن، فعلى اساس ان الصبح انها يعني ايه يعني يبقى حقنه واحده بس اللي هي بتاعت جلسه الكيماوي يعني. فدخلت على المعمل لقيتهم كل اللي موجودين في المعمل اللي هم في الريسبشن واقفين بره مش موجودين خالص، كلهم جوه المعمل. فدخلت لهم جوه المعمل بقول لهم عايزين نعمل تحليل، فقال لي طب انتظرنا 5 دقايق. واحنا واقفين بننتظر 5 دقايق جت النايبه الثانيه اللي كانت بتبقى دايما مع الدكتور وكانت عارفانا ان احنا بنيجي مع الدكتور كل مره يعني. فقالت لنا انتوا واقفين ليه هنا؟ قلنا واقفين عشان خاطر هنعمل تحليل النهارده لميرنا عشان خاطر بكره نيجي ناخد جلسه كيماوي على طول. قال لا ده ما ينفعش، لازم جلسه لازم التحليل يبقى في يوم جلسه الكيماوي. خرجنا من المعمل، قلت لها خلاص يا بنتي بقى هم كده مش عايزين يدونا حاجه، لازم نمشي، تعالي نمشي. خدنا بعضنا ومشينا. المهم صلينا، وبعد ما صلينا 3 ايام، فكان في عيد الملك ميخائيل، وكان في يوم كان نهايه القداسات دي كانت يوم اللي هو شفاء المفلوج، اللي هو كان الحد، كان شفاء المفلوج في الصيام الكبير، كان يوم 2/4 ويوم عيد تجلي الست العذراء. فالمهم بعد ما صلينا فقالوا لنا خلاص ما يعني ان شاء الله ربنا هيكون معاها وبتاع تبقى كويسه. المهم خرجنا، طيب نعمل ايه؟ قالوا طيب عشان تعرفوا عندها ايه ولا ما عندها ولا ما عندهاش، ربنا مد ايديه ولا ما مدش ايديه، تعملوا تحاليل تاني. فروحنا عملنا تحاليل تاني، بس انا كان عندي حاجه من جوايا يعني مش مخوفاني، ما اعرفش ليه، ما لهاش سبب. لان يوميها يوم ما كنا رايحين شمينا ريحه بخور لا تتخيلها، يعني كانك بالظبط جوه مسبح مش جوه كنيسه. جوه كنيسه بيبقى البخور ممكن تلاقي ريحته خفيفه شويه، لكن جوه المسبح تبقى ريحه البخور رهيبه. شميت ريحه البخور فين؟ في الشارع. واحنا في الشارع واحنا رايحين للدكتور نوري له التحليل، لان احنا رحنا للدكتور كان دكتور اسمه مجدي مرقص في عند مكتبه المحبه. فرحنا له قلنا له احنا عايزين نثبت المعجزه دي وان ربنا تمجد دي مع 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 البنت دي. ففعلا رحنا وقال لنا تعملوا كذا وتعملوا كذا، فقلنا احنا عاملين الحاجات دي كلها قبل كده، فقال لي اعملها تاني. وجي شعوركم منين ان هي خفيفه؟ ما هو بالتحليل عملنا عينه تاني وطلع فيها ان هي تاني. في اليوم ده بعد ما عملنا التحليل والعينه جينا لابونا فلتوس هنا. ابونا فلتوس في يوميها ما كانش في الدير خالص. فقعدنا اتاخرنا لفتره كبيره قوي لغايه مثلا الساعه 6/7. وبعدين واحنا مروحين في السكه اول مره كانت تحصل يعني، ابونا فلتوس موقف العربيه اللي هو جاي فيها بشور له كده، قام وقف العربيه وموقفه وقام نازل لنا وقال لي امل، قال للمدام بتاعتي قال لها مبروك بنتك خفت. بنتك بقت كويسه. انا احنا نازلين بقى عشان نقول له، هو اللي قال لنا يعني، هو ابتدى ياكد لنا يعني. المدام ساعتها كانت برضو قلقانه يعني بالرغم من هي عملنا تحليل وبالرغم من الكلام ده كله برضو كان عندها يعني في شك كده. فقال لها تاخديها وتناوليها كتير وان شاء الله هتبقى زي الفل وتبقى كويسه. فعلا باذن ربنا بقت زي الفل، بس هو كان فضل ان هي الايه مكان الورم نفسه اللي موجود في رجليها. مكان الورم ده قال لي ابونا فلتوس قال لي ما تخليش حد يمد ايده عليها ولا حد دكتور ولا اي حاجه خالص، سيبها خالص زي ما هي كده وما تمديش ما حدش يمد ايده عليها. فعلا قعدنا بالمنظر ده بالظبط من 2004 لغايه 2006. كان في عيد ابو سيفين كانت 4/12 تاريخ ما ننساهوش. قبلها كان برضو في زياره هنا لابونا فلتوس هنا قبلها باسبوعين، وهو قال وابونا فلتوس قال ايه؟ قال خلاص احنا لازم نعمل العمليه بقى، خلاص هنعمل العمليه دلوقتي.
يا ابونا نعمل عملية. قال لا هنعمل عملية. الأول ما كانش حد ما تخليش دكتور يمد إيده عليها. دلوقتي قال نعمل عملية. نعمل عملية خلاص نعمل عملية. عملنا العملية فعلا. رحنا عشان نعمل. طب يا ابونا هنعمل دكتور فلان اللي هيعملها. والدكتور ده يعني أنا لو أنا عن نفسي أنا هيقول لي اعملها عنده مش عاملها. الدكتور فلان هيعملها قال لي اعملها في الحتة الفلانية وكان مستشفى تعبانة بأمانة هنعملها في الحتة. الدكتور كان عايز يعملها في الحتة الفلانية قال لي اعملها. واخد بالك قدسك؟ قال لي دلوقتي احنا في حرب ما نتكلمش في اي حاجه خالص. كان في لي انا موضوع خاص بيا بالسفر وبتاع اني كنت مسافر بره. فقال لي ايه؟ قال لي ما نتكلمش في حاجه خالص دلوقتي احنا في حاله حرب. بعد العمليه نتكلم. قلت له خلاص. فعلا بعد اللي رحنا العمليه. العمليه هتتعمل امتى؟ قلت له الدكتور حدد يوم 4/12 كان يوم عيد ابو سفين. فرحنا صلينا في الكنيسه وطلعنا من الكنيسه على العمليه اللي كانت الساعه 2 الظهر. فبعد ما رحنا صلينا بقى واحنا بنصلي بعد الدكتور معانا العمليه وخرج امرنا زي الفل. خلها خد التحليل بقى الناتج اللي خرج من رجلها كله الورم وخده عشان يحلله وداه مصر عند الدكتور ايليا تاني عشان يتحلل. لما وداه عند الدكتور ايليا عشان يتحلل هو خالها كان شكاك قوي يعني مش مطمن خالص يعني. فقال الدكتور قال له تعمل كل التحاليل وكل الدلائل اللي في نفسك. قال له المفروض نعمل دلائل مع التحليل ده عشان خاطر نسبه انها خفت. قال له اعمل اللي في نفسك كله المهم انا عايز اطمن. قال له خلاص ماشي هنعمل. ففعلا عملوا التحليل والتحليل اتاخر يومين. راح عشان يستلمه كان بيستلم يوم الحد. في ملحوظه صغيره بس انا نسيت اقولها ان ميرنا كان ظهر لها البابا كرولوس بعد ما نامت بعد وهي نايمه بالليل لان عندهم صوره كبيره قوي البابا كرولوس قدام السرير بتاعهم. والبابا كرولوس قال لها يا ميرنا التحليل اللي هيطلع يوم الحد نتيجته ما فيهاش حاجه مش هيطلع فيه حاجه. وفعلا ده كان يوم الحد وطلع فينا التحليل كان يوم الحد. وراح خالها يجيب التحليل ده. فالراجل هناك الظاهر ان هو كان عامل هناك او حاجه زي كده. فخالها بيقول له ان التحليل ده فيه ايه؟ قال له تحليل كويس. فقال له ده البنت دي كان عندها كانسر وكان عندها ايونج ساركوما وبتاع. قال له انتوا استنيتوا عليها كده ليه؟ انتوا ايه اللي اخركم لغايه دلوقتي؟ انتوا مش خالها خرج من عند الدكتور منهار. هو طبعا ما فيش حد في العياده كان يوم حد وكان اجازه والدكتور اللي هي بيقفل اساسا يوم الحد فكان بيسيب ناس كده معينه ان تقعد تسلم تحليلات وكلام زي كده يعني. المهم اتصل بالمدام فبيقول لها فين زكي؟ فقالت له ده مش هنا ده في الشغل لسه ما جاش. فقال لها طيب ميجي خليه يكلمني. هي شكت في طريقه الكلام يعني. فبعديها اتصلنا بخالها. اتصلت بخالها لقيته بيقول لي ده انتوا استنيتوا وانتوا مش عارف ايه وبتاع. قلت له بس مالكش دعوه هو كده ان شاء الله تبقى كويسه وزي الفل ما تقلقش من حاجه يعني هتبقى كويس. فلقيته بقى يعني ايه قلقان ومتعصب وبتاع ونتيجه بقى الكلام اللي هو وخد التحليل قعد يترجمه على الكمبيوتر. الترجمه الحرفيه للكلام بتختلف غير الاكسبريشن بتاع الطبي يعني الاكسبريشن الطبي له يعني تعبيرات ثانيه. المهم الدكتور اللي عمل لها العمليه جه عندنا هو كان ساكن تحت في العماره. فلما طلع عندنا في البيت فقال لها انا بقول له يا دكتور انت شكيت في حاجه وانت بتعمل وانت بتخرج الاجزاء اللي انت شلتها من رجلها دي وبتاع. قال لا ما فيهاش حاجه خالص ده انا حتى لو كان فيها حاجه بيبان قدامي وانا بطلعها يعني. فقلت له طيب فقلت له طب خالها قال كذا 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 واتصل بيه. فاتصلنا بيه فقال له ملينا الكلام اللي عندك وبتاع. ففعلا ملينا الكانسر مل في الاخر خالص. هو ما كانش وصل بقى لتحت هو قاعد يقرا كده ويقرا الاكسبريشن بتاعه كلام زي كده. بعدين في الاخر خالص وصل كانسر نيل. هي عباره عن الياف اللي موجوده عباره عن الياف عاديه يعني وما فيهاش اي حاجه خالص. قال طب ما فيهاش اي حاجه ما انت خايف ليه؟ رجعنا لابونا في التوس. فابونا في التوس قال لي احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ فهنا نحكي له طبعا واخد بالقدسك. قال طيب خلاص مبروك وربنا يكون معاه وتوصل لها ونشكر ربنا الحمد لله. مكان الجرح موجود؟ مكان الجرح موجود. وكان حتى يعني بعد ما كان اللي هي العظمه بتاعتها في الرجل نفسها في عارفين مكان الجرح موجود بتاعها والعظمه اللي بتاعت الصباع نفسه طلعت لفوق شويه كده. ممكن اوريها لك العمليه هنا اهي. الورم كان هنا في الحته دي ودي سنة الصباح هنا ربنا حط لنا الصباح ده عشان خاطر يفكرنا دايما في مكان العملية.
بس اللي هو طلع لفوق ده قال ان هو مش هينمو تاني, يعني على اساس ان هو ايه باين ان الباقي بتاعه هو واقف, فكان واقف على حاجه يعني زي 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 الفتله, يعني اللي ربطه بالرجل عباره عن فتله, فقال ان هو مش هينمو حاجه خالص. بعد ما عمل العمليه وفتره كده شاف لقى ان الصباع نفسه بينمو والضوافر بتاعته بتمشي بتنمو عادي خالص وكل حاجه طبيعيه خالص, بس هو كده الصباع بس طلع لفوق شويه صغيره بس مش اكتر من كده. وكانت دايما ميرنا كانت بتشتكي لابونا فلتوس قبل ما تعمل العمليه انها مش عارفه تلبس شوز, كانت العمليه كان في الورم ده كان عامل لها مشكله انها مش بتعرف تلبس شوز في رجلها, فكانت دايما بتشتكي له قال لها ما تخافيش يا ميرنا, طب شويه اصبري يا ميرنا, ولغايه ما ربنا تمجد ومد ايديه يعني الحمد لله. ربنا نشكر.